السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات انت بتعمل معادلة مثلا مشتريات وحاجات دي كلها، وفي الاخر تلاقي لك رقم حاسس ان الرقم ده المفروض ان هو يتعدل، فانا عايز اوصل لرقم معين، تمام؟ فممكن نلعب في احد الارقام اللي احنا مدخلينها عشان نوصل للرقم اللي احنا عايزينه. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ على سبيل المثال انا هنا كتبت يساوي وقلت له خد الرقم دوت واضربه في الرقم دوت واجمع عليه الرقم دوت واطرح منه الرقم دوت وقلت له يساوي، طلع لي الرقم دوت. طيب انا عايزه يبقى 100، تمام؟ فاغير في ايه من هنا عشان يوصل ل 100؟ طيب ممكن العب لعبه بقى، هروح هنا للداتا واقول له وات اف اناليسيز، واروح قايل له جول سيك، واروح قايل له ايه دي الخليه اللي انا عايز اوصل لرقم معين. ايه الرقم اللي انا عايز اوصل له؟ عايز اوصل ل 100. طيب عايز تغير في اي خليه؟ هقول له مثلا غير لي في الخليه، اول خليه فيه، قلت له اوكي واقول له اوكي، فيقول لي خلاص التارجت فاليو بتاعك بقى 100 والكرنت فاليو بتاعك بقى 100، وغير هو الارقام لحد ما يوصل للرقم دوت.